هسمعكم كلكم على عيد ميلادي الخمستاشر. بس معلش الكل معزوم ما عدا ندى. انتوا عارفين لو ندى جت هتخلص كل الاكل بتاعنا. يلا هستناكم كلكم يوم الجمعة ما عدا ندى. انا زعلان قوي اللي هنا ما عزبتنيش على عيد ميلادها. ما تزعليش يا ندى، انت عارفه بسبب انك زعلانه انا كمان مش هروح، مع ان هنا عزبتني. انا متشكره قوي يا فاطمه، علشان كده انت صاحبتي الوحيده في المدرسه. يلا انا جايبه دوناتس كتير، كلي معايا. يا بنتي هو انت ما بتزهقيش من الاكل؟ ما تحاولي تاكلي تفاحه زيي. تفاح ايه بس، الدونات جميل وطعمه تحفه، حتى شوفي بيتاكل سهل قوي. طيب على العموم عبال ما تخلصي اكل هاتي واجب الرياضه عشان عايزه انقله منك. اه طبعا اتفضلي. عبيطه قوي ادتني الواجب بكل سهوله. يلا اشوفك بعدين. كويس كانت معطلاني عن الاكل. ازيك يا ماما، الغدا جاهز؟ انا جعانه جدا. استني 10 دقايق يا حبيبتي، بابا جايب بيتزا كبيره عليها جبن وسجق زي ما انتي بتحبيها بالظبط. ياي انا مبسوطه قوي، انا هتفرج على التلفزيون لحد ما بابا يجي، علشان ده ميعاد برنامج الشيف شربيني بيعمل اكلات حلوه قوي. انا جيت وجبت البيتزا اللي انتي بتحبيها. اخيرا يا بابا انا جعانه قوي. معلش كنت بخلي شيف يعملها لك زي ما انت بتحبيها بالظبط. يلا يا حبيبتي قبل ما تبرد. الحمد لله انا حاسه ان انا شبعت. ايه ده يا حبيبتي، انت متعوده تاكلي 5 قطع، اكلتي النهارده 3 ليه بس؟ عندك حق يا ماما انا هكمل. يلا يا ندى هتتأخري على المدرسة. صباح الخير يا ماما انا جاهزة. حضرتي لي الفطار يا ماما؟ ايوة يا حبيبتي هتلاقيه على الترابيزة. انا خلصت يا ماما هروح المدرسة. النهاردة يا ولاد هنتكلم عن كواكب المجموعة الشمسية، والكواكب هي عطارد، الزهرة، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. انا مش قادرة اركز في الحصة خالص، انا جعانة جدا، المدرس مش هياخد باله، انا هطلع اكله وخلاص. تاني يا ندى بتاكلي في الحصة؟ معلش يا مستر انا جعانة قوي. شفتوا علشان كده ما عزمتهاش على عيد ميلادي، لو كانت الحفلة كانت ممكن تاكلنا احنا شخصيا. ندى وانت ما فطرتيش في البيت قبل ما تيجي؟ كلت بس حاجات بسيطة جدا. على العموم خلينا في الدرس، اشرح لنا تعرفي ايه عن القمر؟ القمر عامل زي ما يكون كرة جبنة كبيرة وطعمها جميل وتيستي. يا خبر ابيض، حتى في التعليم بتفكري في الاكل. يلا كله يطلع بريك ما عدا ندى عشان هي معاقبة عشان كلت في الفصل. فاطمة ارجوكي خليكي معايا، انا مش عايزه اقعد لوحدي في الفصل. طبعا مش هسيبك لوحدك، استنيني انا هروح الحمام واجيلك.
عبيطة بتحسبني هرجع عليها تاني. انا مش عارفة فاطمة فين، بقالها نص ساعة ما جاتش. يا خبر ابيض، البريك خلص. المشكلة دلوقتي اللي احنا عندنا حصة السباحة، وانا ما بحبش احضر الحصة دي خالص عشان بيضحكوا عليا. انا هحاول استخبى في اي مكان. انا استخبى هنا، محدش هيعرف طريقي. يلا عشان نبدأ حصة السباحة. بس انا مش شايف ندى، هي فين؟ هتلاقيها مستخبية يا مستر، هي مش بتحب حصة السباحة. طيب يلا روحي دوري عليها وشوفيها فين، ولازم تيجي. يوه، اشمعنى انا؟ ندى يلا اطلعي، انا عارفة مكانك. انا سمع صوت الاكل من وانا على السلم. حتى عرفوا مكاني هنا، انا لازم ادور على مكان تاني استخبى فيه. ارجوكي ما تقوليش للمستر اللي انت لقيتيني باكل تاني. ما تقلقيش، كده كده كلنا عارفين انك مستخبيه بتاكلي. قوليلي بقى، انت ليه ما عزمتنيش على عيد ميلادك؟ ما انا قلتلك انت ممكن تخلصي الاكل. لو عايزه تيجي لعيد الميلاد تعالي، بس اقفي بره ما تدخليش. ياي، انا متشكره قوي. يلا علشان المدرس ما يزعقليش. اهي يا مستر، انا كبتها. ولقيتها فين؟ زي كل مرة مستخبية وبتاكل. ندى، انت ازاي تاكلي قبل التمرين؟ لازم يا مستر، التمرين بيجوعني جدا، فلازم اكون جاهزة. ده انت كسولة جدا، عقابة ليكي هتلفي حمام السباحة 20 مرة. يلا انزلي حالا. الحقوني. في ايه مالك يا حبيبتي؟ مش عايزه اتكلم دلوقتي يا ماما. طيب انا هقولك حاجه تفرحك، انا عامله لك على الغدا النهارده محشي ومكرونه بشاميل. لا انا مش عايزه اكل تاني يا ماما، انا صحابي كلهم بيضحكوا عليا، انا حتى كنت هغرق في حصه السباحه. مش عايزاكي تزعلي يا حبيبتي، انت شايفه عيلتنا كلها تخينه. اي نعم احنا مش بنحب الرياضه، بس طيبين وقلبنا كبير. عندك حق يا ماما، قلبنا كبير وكرشنا كبير. ليه كده يا حبيبتي؟ انت اول مره تتكلمي بالطريقه دي. على العموم الاكل موجود، لو قعدتي كلي. اي نعم انا حزينه، بس المحشي والمكرونه بشاميل حلوين، انا هروح اكل. ازيك يا ندى؟ اهلا، ازيك يا اكرم، تحب تاكل حاجه؟ لا شكرا، انا جايه اقولك معلش على اللي حصل ليكي في حصه السباحه. عادي انا اتعودت على كده. اكرم انت بتعمل ايه؟ انت بتكلم البنت دي ليه؟ وايه المشكله اني اتكلم معاها؟ مش معنى انك بنت عمي تتحكمي فيا. ماشي براحتك، بس على فكره انا هقول لعمي واخليه عاقبك. معلش انت عارفة ان هنا رخمة. عادي انا تعودت على كده. زي ما انتوا عارفين يا اولاد، احنا اخر السنة قربت، وهيبقى في حفلة كبيرة، وكل واحد هيظهر المواهب بتاعته، واحسن حد هياخد جايزة كبيرة جدا. تتوقعي مين هيكسب في الحفلة؟ أكيد هنا، علشان هي أجمل بنت في المدرسة. أنا هحاول أكسب، بس مش عارفة إزاي. أنت عمرك ما هتكسبي، خليكي في الدراسة أحسن لك. بقولك إيه، هاتي واجب التاريخ عشان عايزة أنقله.
معلش كراسة الواجب في البيت، بكرة الجمعة عدي عليا خديها. وكده كده احنا الاتنين مش رايحين لعيد ميلاد بكرة. ايوة انا مش رايح عيد الميلاد، بس معلش مش هقدر اجيلك علشان بروح ازور تيتا يوم الجمعة. بس معلش ممكن تعمليلي الواجب وتكتبي عليه اسمي وتدهولي يوم الحد الجاي. بس كده غلط، خليكي فاكرة انت صاحبتي ولازم تساعديني. عندك حق، خلاص انا هعملك الواجب. ماشي اشوفك يوم الحد، هتوحشيني. انا متحمسه قوي ان انا اروح عيد ميلاد هنا. انا فاكره اللي هي قالت لي ماشي تعالي، انا هروح وخلاص واللي يحصل يحصل. كويس شكلهم بدأوا الحفلة. بس ايه ده، دي فاطمة جوه، دي كانت بتقولي اللي هي رايحة لجدتها. انا هخبط وخلاص. ايه ده لدى، انت ايه اللي جابك؟ جاية احضر عيد ميلادك وجايبالك هدية. انت ايه، ما بديش تسمعي ولا ايه؟ مش انا قلتلك الكل معزوم ما عدا انت؟ انا كنت بحسابك بتهزري، وبعدين لما كنا في الحمام قلتلي ماشي تعالي. ما حصلش، انا ما قلتش كده، انت شكلك بتفهمي غلط. ويلا امشي علشان ما تاخرش على الضيوف اللي عندي. حاضر انا اسفه. ده وحش في حياتي، يا ريتني ما جيت. ندى فين الواجب اللي قلتيلي هتعمليه؟ قوليلي الاول ايه اخبار جدتك؟ اه تمام، رحت عندها ولعبت كتير. انت كدابة. ايه اللي انت بتقوليه ده، قصدك ايه؟ انا شفتك في عيد ميلاد هنا، ودي صورة صورتها لك وانت بترقصي. انت كمان بتراقبيني؟ لا طبعا مش براقبك، الموضوع جه بالصدفة والحمد لله اني عرفت اللي انت مش صحبتي. انت بس كنت بتستغليني عشان المدرسة. انت غبية قوي، انت لسه واخدة بالك دلوقتي؟ ايه اللي هيخلينا صاحب واحدة زيك اصلا؟ يلا سلام يا فاشلة، وبكده ما عندكيش اي صحاب. واضح ان محدش عايز يكون صاحبي بسبب شكلي، وكل مشاكلي دي بسبب اللي انا تخينة. انا لازم اتغير من دلوقتي. الحمد لله بسبب الرياضة بقيت انسانة طبيعية، حتى كل الحبوب اللي كانت في وشي راحت. ايه ده، مين البنت الأمورة دي؟ انا اول مرة اشوفها في المدرسة. انتوا مش عارفيني ولا ايه؟ انا ندى بس بعد التغيير. ايه ندى؟ ايوة انا ندى، وضيعت وقت كتير في حياتي وانا مش بحافظة على صحتي. ياريتني عملت كده من زمان، انا بقيت واثقة في نفسي اكتر. النهاردة اجمل يوم في حياتي.